مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في موعد نشرتكم الجو بيزاد نهار اليوم. اذا نبداو نشرتنا الجو بيزاد نهار اليوم الاثنين ان شاء الله بالصوره اللي اخترناها لكم. نحب بكم الاحدى الاماكن الجميله كالعاده ببلادنا الجزائر. اليوم اخترنا لكم هذا الفسحه، فسحه منطقه عمورة المتواجده بالضبط بالجلفه. اذا مشاهدينا الكرام، الوضعيه المرتقبه ان شاء الله لنهار اليوم حسب اخر النماذج ان شاء الله راح يبقى الاستقرار الجوي. بعض الاضطرابات الجويه تبدا من ما شاء الله، ولكن على الولايات الصحراويه من الناحيه الغربيه يبقى الاستقرار الجوي ان شاء الله لنهار اليوم. لكن فالخير ان شاء الله نتفائلوا انه امطار راح تبدا ابتداء من الاسبوع الجاي ان شاء الله، من هذا الشهر شهر اكتوبر وباذن الله. على العموم اذا كما سبق وذكرنا استقرار جوي، راح نلاحظوا بعض السحب الكثيفه بعض الظهيره لكن بدون فعاليه على الولايات خاصه الساحليه الوسطى الشرقيه الغربيه، كذلك تتلاشى تدريجيا بعض الظهيره ليعم الصفاء على العموم على أغلبية الولايات الساحلية الداخلية ولايات الهضاب العليا. ذوبعة رملية إن شاء الله راح تكون ذوبعة رملية نشطة، الحيطة والحدى المستعمل للطرقات لنهار اليوم الاثنين على بشارة على تندوف تمن راس وسط الصحراء عين صالح، لأنه هنا سرعة الرياح راح تتراوح على هذه الولايات من 30 تلحق حتى 60 كيلومتر في الساعة. الحيطة والحذر لأنه بطبيعة الحال هذه الذوابع الرملية راح تؤدي إلى ضعف الرؤية الأفقية. إذا درجة حرارة راح نلاحظوا أنها راح تكون فصلية خاصة مع الفجر، لكن بعد الظهيرة راح يكون هنالك ارتفاع طفيف في درجة الحرارة مقارنة بالأيام الفايتة. يعني هنالك مناطق حتشهد درجة حرارة فصلية، هنالك ولايات راح تكون فيها درجة حرارة غير فصلية كما شلف السعيدة تسمسيت، هنا نسجلوا مقياس من 36 حتى 38 درجة مئوية سخانة في الموعد على هذا الولايات، ودرجة حرارة غير فصلية كما سبق وذكرت خاصة بعد الظهيرة. تبقى درجة حرارة فصلية على سطيف باتنا خنشلة آريس عنيزة العين أرنات راس الود، هنا تلحق 20 درجة مئوية درجة حرارة فصلية الحمد لله. كذلك راح تبقى على البويرة على جيجل على بجاية تيزي وزو 27 درجة مئوية حتى 30 درجة مئوية على الولايات الساحلية الوسطى. بالنسبة للولايات الصحراوية درجة حرارة تبقى فصلية على أبواب الصحراء وسط الصحراء، نسجل مقياس 46 درجة مئوية كأعلى مقياس، وهذا تحت ظل بأقصى الجنوب برج بني مختار عين قزام عين أزواء وأباليسة. إذا مشاهدينا الكرام، حالة البحر إن شاء الله اللي حاول يهمه حال البحر لنهار اليوم على العموم مضطرب على أغلبية السواحل الشرقية الوسطى الغربية، لكن بعد الظهيرة راح يرجع من قليل الاضطراب إلى شباب على سواحل العوانة جيجل، هنا تلحق سرعة الرياح من 25 حتى 10 كيلومترات في الساعة. يبقى مضطرب هايج على أغلبية السواحل الشرقية الوسطى الغربية، اتجاهات الرياح سواحل الشرقية حتى سواحل تنسدل راح تكون نفس الاتجاه، شمالية الشرقية ترجع شمالية تماما، وهذا سواحل العوانة حتى سواحل الغربية سواحل مرسى بالمهيدي. مشاهدينا لهنا لحقنا ختام موعد نشرتكم الجوية لنهار اليوم الاثنين، نختموها بالغروب إن شاء الله راح يكون على الساعة 6:31 دقيقة بعد الزوال. إذا نقول لكم مشاهدينا الكرام لمزيد من المعلومات أكيد ما عليكم غير تزوروا مواقعنا مواقع الوطنية تي في، الله دائما في خدمتكم. نقول لكم ابقوا مع برامجنا على قناتكم قناة الوطنية تي في، متابعة شيقة مع بقية برامجنا. ابقوا على خير، تلف راحتكم.